بالنسبه للقاء ديال حصيله اكادير والوداد الرياضي اللي تعلم فيه على ضربتي جزاء، اولا كيفاش جاك القرار ديال ضربتي جزاء، ثم الحالات الاخرى لهذه المقابله هذه؟ انا باش هذاك النيت باش غادي النيت مع الناس سي وهبي كنهضر على ضربه الجزاء الثانيه اللي تعلمناها، وانه هذا باش نهضروا ولا الاحقاق العقبه باش نكونوا واضحين في هذه المساله وما نمشيوش، لان كاينه واحد الصوره اللي كيحاولوا يقدموها ولكن الصوره بعض الخطرات ما كتعطيكش هذيك، انك تتفرج في المقابله واللي بغى يعطي الراي ديالو. انا راه ضد واحد القضيه، راه ما عمري كنعطي الراي ديالي، مجرد انا ما كيعطيني واحد يصيف لي زوره ما تفرجش في المقابله راه ما نهضرش عليها. الصوره ما عمرها تعطي الصوره، ما نعلقش على مقابله الا ما تفرجش فيها كامله. يعني الكامل كانت ضربه جزاء في الشوط الاول اللي كانت هناك المسيد مع السونتراج ديال 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 من الجهه ديال اليسر، وخرج لك انا الكره في اليد في وضعيه غير سليمه، انها كانت مهزوزه فوق الكتف وتعرضت لهذا، كان ضربه جزاء مستحقه. ضربه الجزاء الثانيه اللي كيحاولوا يصوروا الغارديان بانه بعيد على اللاعب كباكبو، غير باش يعرفوا الاخوان هذاك راه واخا اللاعب، لان نفسها اللي وقعت ديال الرحيمي، لان كباكبو هز الكره على الحارس والحارس راه هو اللي خارج عند اللعاب، ماشي اللعاب اللي مشى اصطدم مع الحارس، لان الحارس هو اللي جا واصطدم مع 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 مع, مع اللعاب بعد ما ترفعت عليه الكره، وكاين هنا كيكون الاسقاط باهمال، لان كما سبقنا شرحنا الاهمال على هذاك هو اندفاع بدني دون اخذ الحيطه والحذر، لان ملي نهز الكره عليه راه الكره مازال في اللاعب، بحال اللي قلنا ديال الرحيمي ان الكره رجعت وعاد وقع الخير هذاك، بمعنى راه الكره مازال في اللاعب، ان يمكن لك تعلم على ضربه جزاء، وبالتالي انك ضربه جزاء مستحقه. الشيء اللي كاين في هذه المقابله في الدقيقه 89 كاينه ضربه جزاء اخرى للوداد اللي هي العمليه ديال الدفع ديال اللاعب كباكبو ديال كباكبو من المدافع ديال فريق الحسنيه واللي سقطوا داخل منطقه الجزاء، كان الدفع واضح، اليد خرجت من لوكور، يعني ان كاين واحد الحركه ديال اليد اللي خرجت من لوكور ومشات للكتف ديال اللاعب اللي ديزيكيلي بلاتو وسقطت داخل منطقه الجزاء. الحكم انا قلت لك يمكن انخفاض ديال التركيز، يمكن ما كاينش داك الكاريزما ديال الشجاعه والقوه باش انه يعلن ضربه الجزاء الثالثه، ولو انها كانت محقه في هذه المساله. وحتى هنا عاوتاني هنا نسائلوا الحكم ديال الفار، لان هنا الحكم ديال الفار بعد ما خرجت كان ممكن بعد ما تشيك الحاله ديال هذاك راه يقولوا راه كاين شي حاجه ويعيط له يمشي يشوف ويتاكد، وديك الساعه يتحمل مسؤوليته هو.